بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 ميزة يحصل عليها عضو مجلس النواب. يعد نائب البرلمان بمثابة صدى صوت للشعب ينوب عنه في التعبير عن أحلامهم وطموحاتهم، ويسهم بشكل كبير في توصيل لقطات من الواقع الحياتي لهم إلى الحكومة، ويكون أيضا الدرع الواقية لهم في مختلف الكوارث والنكبات التي قد تحل على فئة منهم، ولا سيما أبناء دائرته السكنية. فوظيفة نائب البرلمان ليست سهلة كما تبدو للآخرين، بل يحملون على عاتقهم مسؤولية كبرى وجدت من ثقة داعميه والأمل الدائم في تحقيق مستقبل أفضل للمجتمع المصري. دي وظيفة عضو في مجلس النواب. إذا عضو مجلس النواب من وظيفته إن هو صوت ما بين الحكومة وبين الشعب. وظيفته ان هو يعبر عن تطلعات الناس واحلامهم. وظيفته ان يكون درع واقي لهم في مختلف الكوارث والنكبات. وظيفته ان هو يوصل صوت الناس دي ويدافع عنهم في البرلمان على اساس ان هو يعني يقوم بحل المشاكل اللي هي موجوده في المنطقه بتاعته. اذا وظيفه هذا العضو هي وظيفه كبرى، لكن هل الاعضاء يقومون بها؟ هل هو بيوصل صوت المواطنين للحكومة؟ هل هو بيعبر أو إن هو بيعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم وأحلامهم في المنطقة اللي هو نائب عنها؟ هل العضو فعلا بيقوم بمهامه التي وكلت إليه أم لا؟ هي دي المسألة اللي احنا هنتكلم عنها. الحياة في السكة الحديدة أجل كم شهر دي؟ لو قلت لأي واحد غلبان هيقول لك على رأي اللي قاله فيش على الكلام. دي بقى لها قد ايه دلوقتي؟ قول روح ادي لها كام سنه دي شغاله، دي لها اكتر من 5 اشهر، ونهار ما قفلتها قلت دي لها 4 ايام ما تشتغل. ده يرضى ربنا. وللاسف الشديد ان الاعضاء اول ما بينجحوا ويدخلوا البرلمان خلاص الموضوع كده بالنسبه لهم انتهى. يعني ادينا ويديك طول العمر بقى 5 سنين، يقول لك ان انا انجح واقعد 5 سنين عضو برلمان وبعد كده مش مهم ان انا انجح. طبعا لاسباب انا هتكلم عنها في حلقة أخرى، لكن أنا النهاردة بصدد أنا بسأل أعضاء مجلس النواب عن دائرة القصية وديروت، أستاذ محمد عبد الجواد والأستاذ إبراهيم نظير. أنا بسألهم لما يكون عندنا مزلقان سكة حديد بقاله 7 شهور ما تعملش، والمدارس دخلت والناس بتتكلف عشان خاطر تلف، وانتوا عارفين المنطقة كويس جدا، بنروح من مزلقان بني زيد أو بنروح من مزلقان فزارة، وانا بكلمكم بقول لكم هل انتوا ساعدتوا في حل هذه المشاكل ولا هذه كارثة بالنسبة للناس؟ يعني بتحملهم اعباء في تكلفة المواصلات نفسها، وبتحمل الناس مشاكل كبيرة جدا. النفق الموجود نفق الشيخ داود، هذا النفق لا يصلح للاستعمال الادمي اصلا. يعني ازاي يعني هو في ترشيحات مية ما نعرفش هي جاية ازاي، وبيمر من عليها القطار، ده خطر شديد جدا جدا. كمان النفق مليان زباله. ما علينا، انا بسال سؤال، فين الاستاذ ابراهيم نظير من كل هذا؟ واحنا اتكلمنا كتير جدا 7 شهور المزلقان السكه الحديد واقف حتى النهارده لغايه ما بكلمكم في الساعه دي، وهو عشان يخلص عايزه 7 شهور كمان. فانا بسال الاستاذ محمد عبد الجواد، انت برضه نائب عن دائره القصيه، والاستاذ ابراهيم نظير برضه نائب عن دائره القصيه. صحيح هم يعني القصية مركز القصية وديروت ضمهم في دائرة واحدة، وانتوا الاثنين نواب عن هذه الدائرة. أنا عايز أفهم يعني بالظبط فين شغلكم اللي على الأرض؟ المحطة دي بقالها 6 شهور على كده والله. تمام. ومن ورا 6 شهور احنا ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نغرب، ومسكرين لنا الطريق وما عارفينش نمشي وما عارفينش نشتغل، والمواطن عم نلف بيه عشان نغلل ندر عليه جنيه، زعلان ومشاكل وعطف ولف ومش عارفين نروح فين صراحه. طيب ما شوفوا لنا حل في حكايه السكه. ما اشتكيتوش لحد ولا حد سال لمجلس مدينه ولا سكه الحديد ولا المحافظ ولا اي حد؟ السكه واقفه، ما فيش حد شغال فيها خالص. وقال فينا نبيع، احنا لنا 6 شهور حد وقف. احنا لنا 6 شهور العربيه مترخص ب 6000 جنيه في السنه. منين منين احنا 6000 جنيه؟ وقافلين لنا المحطه ومحدش راضي يعمل لنا حاجه في المحطه. يعني ولا راضيين يفوتونا من هنا ولا يفوتونا من هنا. والعربيه قلت عليها كل سنه 6000 جنيه 6000 جنيه في السنه. لا نلف من فزاره لا نلف من بني زيد. جماعه فينا حمل لما يدفع قدره 50 جنيه نلف بيها من بني زيد تاكل بيها جهاز ولا نروح بيها فين؟
طيب والزبون ما بيقبلش زياده مثلا؟ الزبون ما بيقبلش زياده ولا قبل اي حد، وغير كده كل يوم عاملين مشكله مع الزبون، ونروح لضبط المرور يقول لك احنا ما نعرفش حد على المشوار ده. طيب ما رحتوش عضو مجلس النواب؟ كل اللي نروح له يا بيه ما يقولوا ما نعرفش حد، كل اللي نروح له يقول لك مشواركم مش فيه، لا كده لا شافوا لنا اي صرفه في المحطه دي لنا اكتر من ست شهور، كل شهر يقول لك يوم 10 يوم 8 يوم 7. ما ينفعش الكلام ده. طيب ان انتوا المفترض انكم انتوا مش هتحلوا المشكله دي، هل انتوا ما تعرفوهاش؟ يعني مثلا بنشوفكم بقى في اثناء الدعايه تروحوا للبيوت كلها وتمروا على الناس كلها، تمام؟ اول ما بتنجحوا محدش بيشوف شكلكم خالص خالص، ولا حد بيعرفكم انتوا فين ولا اي حاجه خالص، ولا بنشوف حتى صوتكم في مجلس النواب لما بنسمعه كده في التلفزيون، ما بنسمعكوش تتكلموا عن مشاكل البلد، مع ان مشاكل البلد كتيره جدا جدا. عايزين نعرف فين يعني همتكم وفين المسؤوليه التي تقع على عاتقكم. انا يعني المشكله كبيره جدا. طيب يعني اذا ما كنتش انت هتوصل صوتنا للحكومه، مش هتوصل صوتنا للمسؤولين والشكوى بتاعتنا، ترفع الشكوى دي وتطالب بحلها باقصى سرعه، طيب مين اللي يعمل كده؟ يعني انتم منتظرين ايه يعني؟ منتظرين كمان تيجي دوره ثانيه وانتخبوكم الناس؟ هو للاسف العيب في الناس نفسها اللي بتدي لكم اصوات وهي مش شايفه اي تقدم على ارض الواقع. الناس دي انا بقول احيانا بقول كده من غيظ، يعني بقول دي الناس دي تستاهل اللي هي فيه، تستاهل كل المشاكل الموجوده دي ومش ما بتتحلش، او حتى ما بتتكلموش. يعني يا ريت انك انت اتكلمت، يا ريت انك انت رفعت شكوتنا للحكومه او رفعت شكوتنا للمسؤولين، واخد بالك، وما اتحلتش، تبقى انت عملت اللي عليك، انما انت اصلا ما حدش شايفك، لا انت ولا بتاع بيروت. هنقول بتاع بيروت يعني النائب محمد عبد الجواد في بيروت، المزلقان ما خدش شهر، اشمعنى يعني؟ وما هو يعني 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 مركز الجوسيه ده ابن البطه السوداء يعني ولا حاجه؟ ولا ما فيش حد بيدافع عنه؟ طب انت شغلتك ايه يا استاذ ابراهيم نظير؟ انا بسالك والله، طب انت شغلتك ايه يعني؟ انت مش شغلتك عضو ونائب عن الدائره ولا مش نائب عن الدائره؟ انت نائب عننا، احنا من حقنا كمان يعني احنا نتكلم ونقول لك ليه انت بتعمل كده؟ وليه انت ما مش شايف مشاكلنا؟ فاهم؟ فلما انا ادي لك صوت النهارده وانت ما تطالبش بحقوقي او ما تطالبش بحل المشاكل الموجوده في المنطقه، ومحدش بيطالبك بحق شخصي، محدش قال لك شغلني، محدش قال لك زي الحاجات اللي انت بتاخدها 10 تاشيرات عمره و10 تاشيرات حج كده ببلاش تديهم للناس اللي انت عايزهم، لا احنا ما حدش طلب منك حاجه، احنا طالبين طلب جماعي للمركز كله، ليه مزلقان الجوسيه لغايه النهارده ما اشتغلش؟ 7 شهور ومزلقان بيروت شهر واشتغل، ليه؟ افهم يعني ليه؟ هذه اسئله مشروع احنا بنسالها، ومن حقنا نحاسبك. وانا بقول ان المفترض ان اي عضو برلماني اي نائب ما يأديش المهمه بتاعته، المفترض ان احنا ما ندروش صوتنا تاني، مش ما ندروش صوتنا وخلاص، احنا المفروض نعرف الناس دي ونبقى عارفين احنا بنحط ثقتنا في مين. فاهم يعني؟ انا بقول للناس المفترض انت ما تديش اي حد صوتك وما تنجحش اي حد. والله هي غريبه جدا، احنا مش عايزين وساطه بيننا وبين الحكومه اذا كان الامر كده يعني. لكن انا بسال الناس، انتوا بتدوا صوتكم لهؤلاء الاعضاء ليه؟ سبحان الله، يعني احنا بنحط ثقتنا فيك لكن انت للاسف بتخيبها. فهو هل تلقى هو ده المطلوب؟ احنا بقى عايزين نوصل صوتنا بقى للمسؤولين. يعني انا المفترض ان انا ما اتكلمش، المفترض انت اللي تتكلم، انت المفترض توصل مشاكلنا للحكومه عشان تحلها، مش ناس عمال تاكل في بعضها ومشاكل ومزلقان المفروض 7 شهور يعني من قبل رمضان، وهيجينا رمضان تاني ممكن ما يخلص. طب ده معقول ده برضو؟ يعني ده معقول؟ مفترض الناس تاخد بالها من حاجه زي كده وما تديش حد صوتها الا اللي هو يكون ثقه، الا اللي يكون هو يعبر فعلا عن مشاكله، وما يجيش انها بيضحك عليك باي كلمه ولا باي وعود من خلال شغله، يعني من خلال شغله ومن خلال تأثيره في المنطقة أنت بتديله صوتك. مش مثلا يعني، والغريب بص ممكن ينجح الدورة دي وما يعملش حاجة، ويجي الدورة الثانية ينجح برضه ما يعملش حاجة. احنا عارفين طبعا إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل
حاجات احنا فاهمينها هنتكلم عليها بعدين لكن في وقتها، وهنجيب عليها الأدلة كمان عشان ما نتكلمش كلام من غير دليل. أرجو وأنا بطالب أستاذ إبراهيم نظير شخصيا. يا أستاذ إبراهيم ده مش هينفع. إذا كنت أنت كراجل مثلا مسؤول ونائب عن هذه الدائرة وتمثلها، يجب أن تمثلها خير تمثيل، يجب أن تعبر عن مشاكلها حق تعبير، توصل صوت الناس مشاكل الناس. الناس رايحة مدارس ونفع ما ينفعش، في مكان غلط وفي طريقته غلط وتنفيذه غلط في غلط، ومزدقية نفس القصة مش عايز يخلص، كمان طرق مش مرصوفة، مهمشين. يعني لما مش هنكلمك انت نكلم مين؟ لكن عموما كل واحد هيعمل حاجة يعني هيلاقيها بكرة، ده واجبك مش هتمن علينا بيه، دي ما هي دي شغلتك. انت شغلتك ايه بالظبط غير كده؟ انت دي شغلتك، دي مهمتك، هتأدي المهمة وتأدي الأمانة اللي الناس اديتها لك وكلفتك بيها واللي كلفك بيها الدستور ولا لأ؟ ولكن في الأخير أقول لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، نارا لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفق في رماد. مشكلة كبيرة جدا جدا إن إحنا عمالين نهاتي ونتكلم وعملنا أكتر من فيديو ومحدش يعني سائل عن هذا الموضوع، وكأننا بنتكلم في الهواء ومحدش بيسأل فينا. طيب يعني نعمل إيه؟ نطلع بنفسنا إحنا للحكومة ونروح؟ مش ممكن يعني. أنت لو مش هتعمل كده طب أنت بترشح ليه؟ والناس بتديك صوتها ليه؟ ودي رسالة لكل أهالي مركز القصية، حاولوا إنكم تنظروا في اللي بيعملوا العضو في الدائرة، هل هو مفيد ولا مش مفيد؟ المفيد ادوا له صوتكم، واللي مش مفيد ما تدلوش صوتكم تاني، وتعرفوه من خلال الفترة نفسها. مش يعني مش يطلع واحد كده وخلاص، لا وعود، لا مش وعود، يعني احنا لازم نبص في الخمس سنين اللي تولاهم العضو عمل فيهم ايه؟ انجازاته ايه؟ ايه اللي غير فيه مثلا الاصلح؟ ايه المشاكل اللي عالجها؟ وعلى هذا الاساس ندي له صوتنا. وفي الاخير اقول لله الامر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والى الله المشتكى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.